في أستراليا المفتوحة للتنس الحرب الروسية الأوكرانية لاعب أساسي هو جواد العلي يفتح نقاشا على المنصات عن يجدني وماسك يهاجم دافوس ممل ومن رايح والمؤتمر يرد ما عزمناك أصلا. أهلا بكم. بطولة أستراليا المفتوحة هي واحدة من أهم أربع بطولات في التنس المعروفين بالجراند سلام، وخلال السنتين الماضيتين جالس بيصير جدل حوالينا بيخلي الاهتمام فيها يتضاعف ويتجاوز متابعي ومحبي التنس حول العالم. البطولة انطلقت من يومين ومن وقتها شايفين ساحة منافسة وسجال محتدم، لكن للأسف مو سجال رياضي أو تنافس في اللعبة، فالحرب الروسية الأوكرانية مسجلة نفسها حاضرة بقوة في البطولة ومشاركة أكثر من لاعب أساسي. يعني كأنها القصة بدأت طبعا لما سفير أوكرانيا في أستراليا نشر صورة بتظهر العلم الروسي في مدرجات المشجعين وأدان واستنكر رفع العلم الروسي وطالب الاتحاد الأسترالي بتطبيق قاعدة العلم المحايد فورا. العلم كان موجود في مباراة اللاعبة الأوكرانية كاترينا بندل أمام اللاعبة الروسية كاميلا راهيموفا. وبالمناسبة مشاهدين بطولة أستراليا المفتوحة مثل معظم البطولات والرياضات مؤخرا سامحة للاعبي روسيا وبيلاروسيا أنهم يلعبوا ولكن تحت علم محايد ودون تمثيل وطني أو تمثيل لبلادهم أو حتى في المباريات جنب اسمهم بينحط علم أبيض على عكس باقي اللاعبين اللي بينحط جنب أسمائهم علم بلادهم. يعني بعد الاحتجاج الأوكراني هذا الاتحاد الأسترالي استجاب وطلع بيان قال فيه صحيح كنا سامحين بحمل الأعلام الروسية والبيلاروسية لكن إذا ما سبب استخدامها إزعاج ولكننا الآن مضطرين أننا نمنعها. السفارة الروسية ردت على القرار ووصفته بالمؤسف والتلاعب السياسي وقالت مو كفاية اللي صاير في لاعبينا وإجبارهم على اللعب بعلم محايد، لا كمان تبغوا حتى الجمهور ما يعرف يشجعهم. هذه مو هي الواقعة الوحيدة اللي حرب روسيا وأوكرانيا سجلت فيها حضورها في أستراليا المفتوحة السنة، ففي لاعبة أوكرانية اسمها مارتا كوستيوك وهي المصنفة الخامسة عالميا رفضت مصافحة خصمها في المباراة فيكتوريا أزارينكا لأنها من بيلاروسيا وقالت أنها ما رح تصافح أي لاعبة روسية أو بيلاروسيا إلا لو كانوا من اللي أدانوا الحرب بوضوح، وكان سبق ولها نفس الموقف في بطولة أمريكا المفتوحة في 2022 ووقتها تصدرت العناوين. على العموم هذه مو أول مرة بنشوف الحرب الروسية الأوكرانية داخلة في الرياضة. السنة الماضية تحديدا في التنس أيضا بطولة ويمبلدون الشهيرة رفضت للروس والبيلاروسيين تماما أنهم يشاركوا في البطولة ورابطة التنس العالمية احتجت وحرمت البطولة من احتساب نقاطها في التصنيف العالمي. وشفنا في كأس العالم لكرة القدم كيف استبعدت روسيا ودخلت مكانها بولندا. كثير ناس شايفة اللي بيصير أسلوب ضغط على روسيا وبيلاروسيا يعني وأنه مجدي ومفيد، لكن كمان في كثير ناس معترضين وشايفين الموضوع جالس يخرب الرياضة وأن السياسة المفروض تكون بعيدة. خلونا نتكلم في هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا اللي بينضم إلينا المحلل الرياضي حسن دراز. أهلا فيك معنا حسن. خليني في البداية أسألك بما أنه في أصلا انقسام في هذا الموضوع، خليني أعرف منك أنت بتميل لأي جهة أو وجهة نظر؟ أهلا بك يا سارة، وكالعادة بسعد وبتشرف أنا أكون معي عظيم زيك. بالنسبه لي دي انا بشوف ان الرياضه لازم تفصل عن السياسه لان دي كانت الرساله دايما بتوجه لنا الرياضه بره، وان خلاص السياسه بره الرياضه وان احنا دلوقتي نركز في الرياضه اللي بيحصل في الملعب، سواء ملعب التنس، ملعب كره السله، ملعب الكره الطائره، وملعب كره القدم. هي رياضه تنافس شريف، فدلوقتي الموضوع بيأثر بشكل كبير يعني مش بس على الرياضيين لكن حتى على المدرجات. دلوقتي مثلا انا مشجع بلد معين وانت دلوقتي عايزني لا ارفع العلم، لا عايزني لا اشجع بشكل كويس، لا عايزني لا اوجه اي شيء، لا عايزني اتصرف بشكل معين، فالامور بقت داخله في الرياضه بشكل كبير جدا، مش بس حتى في التنس لكن حتى في كره القدم. دلوقتي ممنوع ان اللاعبين مثلا معينين في الدوري الروسي او في الدوري البيلاروسي دلوقتي ان هم يلعبوا، ان هم ينتقلوا بفلوس او باموال الى الدورات الاخرى في اوروبا او في العالم كله. اللعيبه اللي موجوده في الدورات دي ممكن انها كمان تقدر انها تسيب عقودها ببلاش بقرار من الفيفا مثلا. الامور دي بقت مؤثره بشكل كبير جدا وفي مساله الرياضه والسياسه.
ايه بس من الاساس يعني مثلا لو مسكنا حادثه انه اللاعبه رفضت تسلم على اللاعبه الاخرى، دائما في موضوع التنس يعني خصوصا التنس تحديدا كرياضه دائما الكلام فيها عن الاخلاق والاخلاقيات اللعب وهكذا، وهذا الموضوع طبعا كله في الرياضه بشكل عام يعني، بس انه في التنس بشكل اكبر، هل هذا يعتبر خرق للقواعد ولا لا انه من حقها او لانه اوكرانيه بمرروا لها؟ طبعا يعتبر خرق للقواعد، لان لقطه او اهم لقطه في مباراه التنس تحديدا وحتى في رياضات اخرى اولمبيه، ان انت التنافس بشكل عام، انت دلوقتي لو انا دوله يعني في امور سياسيه بيننا عالقه بيننا، لازم يكون في سلام في النهايه، لان هو ده الهدف من الرياضه. هدف الرياضه مش ان الاثنين بيتحاربوا داخل وخارج الملعب، لا، يكون على الاقل في علاقه سويه نوعا ما، لانك انت دورك كرياضي انك توصل رساله ان ايا كان اللي بيحصل بيكون في تناغم وبيكون في رساله مميزه في النهايه. هل سبق وشفنا هذا الموقف الآن اللي بيصير مع روسيا وبيلاروسيا؟ هل سبق وشفناه صار قبل كده في الرياضة ضد أي دولة بسبب أي لأي سبب آخر أيضا سياسي؟ لا اعتقد انا مش ما بتذكرش اي حادثه زي دي على حتى في التنس، لكن اعتقد في كره القدم زي يعني ممكن هنشوف في الفتره الجايه ان الامور ممكن تبعد يعني توصل لحدود اكثر واكثر. يعني مثلا مؤخرا في لاعب بيلعب في الدوري الاوكراني انتقل الى الدوري الانجليزي الممتاز بقيمه حوالي 100 مليون يورو، هو لاعب صغير في السن، لكن ان المبلغ اللي راح بيه هيكون في 25% منه يعني حوالي 25 مليون يورو رايحه لدعم اوكرانيا والتدعيم الامور في اوكرانيا والعائلات والمصابين والامور دي كلها. فحتى الان احنا ما شفناش حاله قويه بنفس الضخامه اللي مؤثره على العالم كله زي اللي حصل في بين اوكرانيا وروسيا. ايه وهذا الشيء يعني هل حيخلينا يعني في المستقبل انه الان اي شيء ممكن يصير يجي احد يقول لك طب ايش معنى اوكرانيا؟ ايش معنى اوكرانيا؟ يعني اللي اعتقد اللي هيتم حاليا ساره، وده اللي فيه كلام كل المؤسسات الرياضيه الكبيره زي اللجنه الاولمبيه والفيفا وكل هذه المؤسسات العملاقه اللي بتدير كل اللعبات المهمه في العالم، انها خلاص ان هيكون في قواعد وقوانين عشان لو حصل اي مشكله سياسيه، لو حصل اي حرب بين دولتين، ان خلاص يكون في قواعد معينه اللي احنا نفصل السياسه عن الرياضه، او هنقدر نعمل عقوبات معينه او ان اي دوله تحاول تعمل اي حاجه زي دي يكون فيها تعامل معين رياضي عليها. بس هل هذا الشيء ممكن يصير؟ يعني انت بتقول انه يعني يصير في هذا النقاش وكذا، بس ما نحن شايفين من المتحكم الان، يعني شفنا في كاس العالم، شفنا في البطولات دي، يعني ممكن يصير انت في جنبك احد بيضايقك؟ لا، صديق وشك. اوكي، لانه شايفتك بتطالع على جنبك فحسيت انه يمكن في جنبك احد. اتوقع ممكن يصير. تتوقع انه يقدر يصير؟ طبعا. حتى في الموقف اللي نحن فيه الآن وفي وسط الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه في ميلان واضح لأوكرانيا يعني في هذه الأمور. وصراحة أنا بدأت أحزن على اللاعبين الروس اللي ما لهم ذنب وهم أيضا مطالبين، يعني مثلا زي هذه اللاعبة اللي رفضت تصافح قالت أنه لازم يعارضوا الحرب الروسية على أوكرانيا. طب يعني هذه بلده في نهاية اليوم، ومو ضروري هو ياخذ موقف مناسب لك يعني. بالظبط، اعتقد انه يكون في ضغط اعلامي كبير جدا الفتره الجايه، ان تحديدا من التنس وباقي الرياضات الاخرى، ان يكون في فصل في مساله الرياضه والسياسه، وان يكون في حل مهم جدا بحيث يضمن للرياضيين حتى حقوقهم الاعلاميه وصورتهم حتى في السوشيال ميديا قدام الجمهور. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. كان معنا المحلل الرياضي حسن دراز، شكرا لك يا حسن. جواد العلي فنان سعودي كان لسنوات نشط جدا وصاحب أغاني ضاربة وحفلات وغيرها، واليوم سيرة جواد العلي مالية تويتر والسبب هذا المقطع. النصيحة لكم إنه في للجميع، وأنصح نفسي دائما يعني إن نحاول ننتبه، ما يخوننا التعبير، عرفت شلون؟ يعني ننتبه، يعني مو معقولة فنان طالع يبغى أو مذيع أو ممثل تيجي تقول له يا قدمي، وش يعني عيب؟ أنت أسأت لنفسك. السلام عليكم، يا مرحبا، يا اخي ما تبغى تتابع لا تتابع. مثلا يعني ابو نوره طالع في الحفله تيجي تقول يا الله وش ذا الاغاني، يا الله خلاص خلوه يعتزل، عيب. يعني انا مرات اتضايق يعني لما اقرا كذا اقول يا ربي كيف هذا رضا انه يقول هالكلمه او هالمفردات هذه لابو نوره مثلا، بدل ما يقول الله يمد في عمرك مثلا، او فهمتوا يعني؟ ما ابغى احنا بس نعطي مثال، انا اتكلم عن الجميع.
مثل ما سمعنا جواد العلي في بث على تيك توك قدم نصيحة للناس اللي بتقابلوا غيره من النجوم وبتقول لهم كلام مؤذي من وجهة نظره، وحتى للي بيكتبوا هذا الكلام. المقطع انتشر طبعا بشكل كبير ومن بعده انفتح نقاش واسع وتعليقات كثيرة، ناس أيدوا كلامه وأكدوا عليه كمان وقالوا يعني فعلا عيب هذا اللي بينقال، لكن في ناس ثانية كمان قالت وين الغلط في اللي انقال، هو كان يغني زمان وما في شيء يزعل في انه الناس تقول يا جود مي او لسه عايش، وشايفين انه الموضوع عادي. استجاب وزير العدل العراقي خالد شواني لمناشدة مساجين صوروا ونشروا فيديو لهم من داخل سجن التاجي في بغداد. بعد هذا خبرنا أحمد حسين الله لا يوفقه، أحمد حسين قاف ثلاثة المعاون عوفنا الله لا يوفقك رحمونا حسب الله ونعم الوكيل يا وليد الفيديو اللي شفتوه تم تسريبه من داخل السجن، ومثل ما سمعتوا النزلاء بيتكلموا عن تعامل إدارة السجن معهم وقالوا أنه بيتم إجبارهم على تعاطي المخدرات وأنه بينباع لهم موبايلات ب1.5 مليون دينار عراقي يعني 1025 دولار. والفيديو عمل ضجة كبيرة وعلى أو طبعا هذا عمل ضجة كبيرة على المنصات وتم تداوله بشكل واسع من الناس، ويبدو أنه وصل لوزير العدل خالد شواني اللي قرر إعفاء مدير السجن التاجي ومسؤول شؤون الداخلية والأمن ومسؤول التصاريح الأمنية وأحالهم جميعا للتحقيق. وعلى فكرة هذه مو أول مرة بيطلع فيها كلام عن انتهاك لحقوق السجناء في هذا السجن بالذات من سنوات، في كلام وتقارير، وآخر المناشدات كان في ديسمبر وانقال وقتها أنه في سحب اعترافات تحت التعذيب وقبول رشاوى كمان. من يومين بدأت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، الاجتماع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية في العالم واللي بيناقش طبعا القضايا العالمية إن كان من الحرب إلى تغير المناخ وتأثير التكنولوجيا على الأمن إلى النمو الاقتصادي العالمي وهكذا. طبعا مثل ما قلت لكم هو اجتماع مو بس للقادة السياسيين، لا كمان بيكون من ضمن المدعوين رجال أعمال معروفين حول العالم.
العالم. فالمنتدى استلم فيه 52 رئيس دولة وحكومة و600 رئيس تنفيذي ورجل أعمال من حول العالم. المنتدى رسوم العضوية في أكثر من 140 ألف دولار في السنة، واللي بده يحضر أو يبغى يحضر هذا المنتدى تحديدا مو موجه له دعوة، بيدفع آلاف الدولارات. لكن أهم رجل في العالم أو رجل أعمال في العالم مو شايفينه نحن هناك. إحنا طبعا بنتكلم على رجل الأعمال إيلون ماسك. فإيلون ماسك كان أعلن في ديسمبر أنه تمت دعوته إلى المنتدى، ولكن هو رفض الدعوة، وكان غرد ورد على تغريدة في نفس الشهر كمان، وقال أنه هو ما بيروح على المنتدى مو لأنه متورطين في مخططات شيطانية، لكن لأنه يبدو له ممل. لكن ومع افتتاح المنتدى إدارته فتحت النار على ماسك وحولت الموضوع لحرب وجبهة، وقالت له إحنا اللي أصلا ما عزمناك. المتحدث باسم المنتدى قال أنه آخر دعوة توجهت لإيلون ماسك لم تكن هذا العام وليست مؤخرا، قال أنه آخر مرة في عام 2015، وأنه اسمه السنة أصلا ما كان بين المدعوين. ومن وقت ما بدأت أعمال المنتدى وإيلون ماسك جالس بيرد على فيديوهات متداولة وتغريدات حوله وبيسخر من المنتدى، وخصوصا من بعد هذا التصريح. فغرد ردا على فيديو من افتتاح دافوس ورد عليه هذا ماسك، وقال إنه لازم نعمل برنامج مسابقات فكرته نقول للناس جمل ويحاولوا إنه يحذروا فين انقالت، في دافوس ولا في تشان فور. اللي وطبعا اللي ما يعرف فتشان فور هو موقع على الإنترنت مشهور بالترويج لنظريات المؤامرة اللي ما لها أي أساس أو حقيقة. من يومين بدأت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الاجتماع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية في العالم، واللي بيناقش طبعا القضايا العالمية، إن كان من الحرب إلى تغير المناخ وتأثير التكنولوجيا على الأمن إلى النمو الاقتصادي العالمي وهكذا. طبعا مثل ما قلت لكم هو اجتماع مو بس للقادة السياسيين، لا كمان بيكون من ضمن المدعوين رجال أعمال معروفين حول العالم. فالمنتدى استلم فيه 52 رئيس دولة وحكومة و600 رئيس تنفيذي ورجل أعمال من حول العالم. المنتدى رسوم العضوية في أكثر من 140 ألف دولار في السنة، واللي بده يحضر أو يبغى يحضر هذا المنتدى تحديدا مو موجه له دعوة، بيدفع آلاف الدولارات. لكن أهم رجل في العالم أو رجل أعمال في العالم مو شايفينه نحن هناك. إحنا طبعا بنتكلم على رجل الأعمال إيلون ماسك. فإيلون ماسك أعلن في ديسمبر أنه تمت دعوته إلى المنتدى، ولكن هو رفض الدعوة، وكان غرد ورد على تغريدة في نفس الشهر كمان، وقال أنه هو ما بيروح على المنتدى مو لأنه متورطين في مخططات شيطانية، لكن لأنه يبدو له ممل. لكن ومع افتتاح المنتدى إدارته فتحت النار على ماسك وحولت الموضوع لحرب وجبهة، وقالت له إحنا اللي أصلا ما عزمناك. المتحدث باسم المنتدى قال أنه آخر دعوة توجهت لإيلون ماسك لم تكن هذا العام وليست مؤخرا، قال أنه آخر مرة في عام 2015، وأنه اسمه السنة أصلا ما كان بين المدعوين. ومن وقت ما بدأت أعمال المنتدى وإيلون ماسك جالس بيرد على فيديوهات متداولة وتغريدات حوله وبيسخر من المنتدى، وخصوصا من بعد هذا التصريح. فغرد ردا على فيديو من افتتاح دافوس ورد عليه هذا ماسك، وقال إنه لازم نعمل برنامج مسابقات فكرته نقول للناس جمل ويحاولوا إنه يحذروا فين انقالت، في دافوس ولا في تشان فور. اللي وطبعا اللي ما يعرف فتشان فور هو موقع على الإنترنت مشهور بالترويج لنظريات المؤامرة اللي ما لها أي أساس أو حقيقة. انتهت مسابقة ملكة جمال الكون من يومين بتتويج المتسابقة الأمريكية باللقب The new Miss Universe is Please take your phone.
مسابقة ملكة جمال الكون بتعتبر من أهم مسابقات الجمال في العالم، والسنة كان بيتنافس على اللقب 84 فتاة من مختلف أنحاء العالم، وكان اللقب من نصيب الأمريكية المتسابقة اللي شفتوها في الفيديو، وبتتنافس على اللقب مع نظيرتها الفنزويلية اللي توجت بلقب الوصيفة الأولى. ولكن اللي كان غير متوقع أنه هذه المنافسة الجمالية تتحول لمنافسة سياسية ويدخل فيها رئيس دولة كمان. Nos robaron el Miss Universo. Amanda Dudamel ganó de calle. Bueno, no puede ser un robo como ese. Nos robaron el Miss Universo. Amanda Dudamel ganó de calle. Bueno, no puede ser un robo como ese. يعني متخيلين انه رئيس دولة يتدخل في مسابقة بتتكلم عن الجمال؟ ومو بس كذا، لا يعني تعليقه للرئيس كان خلال اجتماعه مع القيادة العسكرية السياسية العليا الموسعة في كراكاس. يعني انتوا متخيلين بس قديش انه زعجوا الموضوع. وعلشان تفهموا القصة اكثر، هي اصلا في منافسة قوية بين امريكا وفنزويلا في موضوع لقب ملكة جمال الكون، فالدولتين هم يعني عندهم اكبر عدد من التيجان. تاج السنة هو العاشر لأمريكا، أما فنزويلا ففازت باللقب 7 مرات. يعني في كده منافسة في الموضوع، بس أنه يعني يدخل فيها رئيس، يعني صراحة الموضوع أصلا كتير. هذا طبعا مع تأكيدي الدائم وتكراري لموضوع أنه لازم تتلغي مسابقات الجمال لأنه ما لها داعي أصلا. مشاهدين، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، انا عدوى القاكم غدا ان شاء الله في اجمل ايام الاسبوع، الخميس الونيس، في امان الله.